السلام عليكم، تحياتنا للسفير جريده. خويا بخصوص البراءه ديال الجوك من هذه القضيه ديال الحفير ديال القبور ولا الصباغه ولا هذا، انا ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء بتاتا. كانوا ادعاءات كاذبه، كان بغاو يشوشوا على الجوك، بغاو هذه السيده هذه بغات النفس ديالها ان الجوك يتعتقل في هذا التفاهه ديالها اللي كانت كدير في المستعديه، والمرحومه ماتت وباقا كتبعها وباقا كتمشي للقبور وباقا كتحفر فيهم. انا كنتفاجئ الدرك الملكي، كنتفاجئ السلطه المحليه، القياد، الروينه ناضت، حفور قبر تحفر ما تحفر ما مشيت عادي، قدمت راسي مشيت دخلت عندهم السلام، واش عندك شي علاقه باش؟ لا ما عنديش، عطينا ما يثبت. هو جا السيد اللي كيحفر القبور وهذا، قال لي مودي هذا السيد ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء، هذا ما حفر ما بنى ما سبغ. انا اللي بنيت على القبر، لان كيتنتش كيكون داك الناس كيحطوا الله يسمح لهم السحور وهذوك المسائل ديال الشعوذه، وكانت عندي شي صباغه انا زعما على حس النيه ديالي بغيت نقي هذيك الدنيا، وان الجوك راه ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء يعني. والحمد لله حتى القضاء المغربي راه كيدير الخدمه ديالهم، الدرك الملكي تصنتوا لينا، داروا استشاره ديالهم عاديه، ما عندي حتى شي حاجه، الامور ديال السبي سلام، والله سبحانه وتعالى إن يعلم في قلوبكم خير يأتيكم خير.